روى الصدوق بسنده عن عامر بن واثله قال: كنت في البيت يوم الشورى اي يوم؟ يوم جمع عمر لعنه الله في ايامه الاخيره سته من اصحاب النبي صلى الله عليه واله على اساس ان يتشاوروا ليختاروا من بينهم خليفة له <applause> بعيد هلاكه بعيد مقتله <applause> فجرت مداولات في،, في هذا البيت من بينها أمير المؤمنين عليه السلام احتج على على القوم باحتجاجات شتى مطولة عامر بن واثلة كان موجودا فيقول كنت في البيت يوم الشورى فسمعت عليا عليه السلام وهو يقول: استخلف الناس ابا بكر وانا والله احق بالامر واولى به منه، واستخلف ابو بكر عمر وانا والله احق بالامر واولى به منه، الى ان قال: ان عائشه قالت لرسول الله صلى الله عليه واله أن ابراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي. قذف قال يا علي اذهب اذهب فاقتله فقلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمي في الوبر أو أتثبت قال لا بل تثبت فذهبت فلما نظر الي استند الى حائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على اثره فصعد على نخل وصعدت خلفه فلما راني قد صعدت رمى بازاره فاذا ليس له شيء مما يكون للرجال فجئت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه واله فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء اهل البيت هذا جاء في الخصال للصدوق في الصفحه 563 وثلاث <applause> ونحوه روي عند المخالفين في مسند البزار في المجلد الثاني الصفحه 237 وسبع وروى علي بن إبراهيم القمي بسنده عن زرارة قال سمعت أبا جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام يقول لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه حزنا شديدا فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريح هذا مو ابنك أصلا هاي مرة ثانية لعله ما ندري ولكن يبدو أنها نفس الحادثة قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وأمره بقتله فذهب علي عليه السلام إليه ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط وضرب علي عليه السلام باب البستان فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب فلما رأى علي عليه السلام عرف في وجهه الغضب فأدبر راجع ولم يفتح الباب فوثب علي عليه السلام على الحائط ونزل الى البستان واتبعه وولى جريح مدبرا فلما خشي ان يرهقه صعد في نخله وصعد علي عليه السلام في اثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخله فبدت عورته فاذا ليس له ما للرجال ولا مال للنساء فانصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر أم أتثبت أو أثبت قال لا بل الثبت فقال والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. وروى الحسين بن حمدان الخصيبي ومحمد بن جرير الطبري بسنده عن محمد بن إسماعيل الحسني عن أبي محمد الحسن العسكري. عليه السلام في حديث عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه قال: هل علمتم ما رُميت به مارية القبطية وما ادُعي عليها في ولادتها ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا لا يا سيدنا انت اعلم فخبرنا لنعلم. قال ان مارية لما اهديت الى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت مع جوار قسمهن أو قسمهن رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه وظن بمارية من دونهن أو وظن بمارية من دونهن <applause> وكان معها خادم يقال له جريح يؤدبها بآداب الملوك <applause> وأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله جريح معها وحسن إيمانهما وإسلامهما فملكت مارية قلب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مارية امتلكت قلب النبي أحبها حبا شديدا فحسدها بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه واله، واقبلت عائشه وحفصه تشكوان الى ابويهما ميل رسول الله صلى الله عليه واله الى مارية وايثاره اياها عليهما. حتى سولت لابويهما انفسهما ان يقولا: ان مارية انما حملت بابراهيم من جريح وكانوا لا يظنون جريحا خادما زمنا فأقبل أبواهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في مسجده فجلسا بين يديه وقالا يا رسول الله ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتم كما ظهرنا عليه من خيانة واقعة بك قال وماذا تقولان قال يا رسول الله إن جريحا يأتي من مارية الفاحشة العظمى وإن حملها من جريح وليس هو منك يا رسول الله فأربد وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتلون لعظم ما تلقياه به ثم قال ويحكما ما تقولان فقالا يا رسول الله إننا خلفنا جريحا ومارية في مشربه وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ما تروم الرجال من النساء. فابعث إلى جريح فإنك تجده على هذه الحال فأنفذ فيه حكمك وحكم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه واله يا ابا الحسن خذ معك سيفك ذا الفقار حتى تمضي الى مشربه ماريه فان صادفتها وجريحا كما يصفان فاخمدهما ضربا فقام علي واتشح بسيفه واخذه تحت ثوبه فلما ولى ومر من بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله اتى اليه راجعا فقال له: يا رسول الله، أكون فيما فيما أمرتني كالسكة المحماة في النار، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: فديتك يا علي، بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال فأقبل علي عليه السلام وسيفه في يده حتى تسور من فوق مشربة مارية وهي جالسة وجريح معها يؤدبها بآداب الملوك ويقول لها أعظمي رسول الله وكنيه وأكرميه ونحو من هذا الكلام حتى نظر جريح إلى أمير المؤمنين وسيفه مشهر بيده ففزع منه جريح وأتى إلى نخلة في دار المشربة فصعد إلى رأسها فنزل أمير المؤمنين إلى المشربة وكشفت الريح عن أثواب جريح فانكشف ممسوحا فقال انزل يا جريح فقال يا أمير المؤمنين آمن على نفسي قال آمن على نفسك قال فنزل جريح واخذ بيده امير المؤمنين وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه واله فاوقفه بين يديه وقال له يا رسول الله ان جريحا خادم ممسوح فولى النبي بوجهه الى الجدار وقال حل لهما لعنهما الله يا جريح واكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهما ويحهما ما أجرأهما على الله وعلى رسوله هذا حتى تفهم أن النبي صلى الله عليه وآله في حياته كان يلعن أبا بكر وعمر وكناس اليوم معممين ضعاف الإيمان أو منحرفون بتريون ومن لف لفهم يقولون لا لا تلعنوا أبا بكر وعمر أرسول الله قد لعنهما إلا إما لعنوهما يا أخي مصادرنا طافحة بلعن أبي بكر وعمر من النبي الخاتم إلى المهدي المنتظر صلوات الله عليه ما من معصوم من المعصومين الأربعة عشر إلا ولعن وذم أبا بكر وعمر وفي حياه رسول الله ام من أم من الذي يقرا من الذي ينتبه من الذي يتعلم ويتواضع للعلم من النبي يقول لجريح حل لهما يعني اكشف عن الموضع لانه ما عنده عوره هو ممسوح اكشف حتى يرى حل لهما لعنهما الله يا جريح ابو بكر عمر الى جواره يسمعان أنه يلعنهما، واكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهما ويحهما ما أجراهما على الله وعلى رسول. قذف اتهام تهم، فكشف جريح عن أثوابه فإذا هو خادم ممسوح كما وصف. فسقطا بين يدي رسول الله وقالا يا رسول الله التوبه استغفر لنا فلن نعود فقال رسول الله صلى الله عليه واله لا تاب الله عليكما فما ينفعكما استغفاري ومعكما هذه الجراه على الله وعلى رسوله. قالا يا رسول الله فان استغفرت لنا رجونا ان يغفر لنا ربنا فأنزل الله بهما وفي براء فأنزل الله الآية بهما وفي براءة ماريا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هذه الرواية عن إمامنا أبي محمد الزكي العسكري عن آباء الأطهار عن الإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الرواية الشريفة جاءت في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي الصفحة 297 <applause> ودلائل الإمامة للطبر الإمامي الصفحة 385